عندي مبلغ من المال جمعته لبناء منزل، حيث أننا نسكن في منزل بالإيجار السنوي وليس لنا من يعولنا، فهل يجب علي الزكاة عن هذا المبلغ وكيف يتم إخراجها إن وجبت؟ نعم، إذا تجمع لديك دراهم وبلغت النصاب فأكثر وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، حتى ولو كنت تنوين أن تبني مسكنا أو أن تشتري بهن حاجة من الحوائج. ما دام أنها دراهم بلغت النصاب فأكثر وحال عليها الحول وهي في ملكك، فإنها تجب فيها الزكاة.